كان انطلاق سهم سلسلة المطاعم المكسيكي غازمان واي غوميز الأفضل في 3 سنوات لأي طرح أولي لشركة أسترالية، بعد أن وصلت المكاسب إلى 37% في اليوم الأول لتداول السهم في بورصة سيدني، وليكون أيضا ثالث أفضل طرح عام أولي أداء في البلاد في 5 سنوات. هذه المكاسب ترفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 3 مليارات دولار أسترالي من 2.2 مليار دولار أسترالي قبل الإدراج.